السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الدرس عن capitalization، إذا وضع حرف كبير لبعض الكلمات في اللغة الإنجليزية. إذا متى أستخدم حرف كبير في اللغة الإنجليزية؟ لدينا بعض القواعد لوضع الأحرف الكبيرة. كما نعلم لدينا نوعين، capital letters، small letters، أحرف صغيرة، upper case، إذن أحرف كبيرة، lower case، أحرف صغيرة. كما نعلم دائما عندما أكتب أستخدم الأحرف الصغيرة، لكن شخص يسأل متى أستخدم الأحرف الكبيرة؟ أستاذ، إحنا دائما نعرف أحرف، نأخذ أحرف كبيرة capital letters، وعندنا small letters، أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، لكن دائما نستخدم أحرف صغيرة. متى نستخدم الأحرف الكبيرة؟ إذن كما نعلم هاي الأحرف باللغة الإنجليزية الأحرف الكبيرة A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. لكن دائما عندما نكتب نستخدم الأحرف الصغيرة. عندنا A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذا عند الكتابة دائما نستخدم الأحرف الصغيرة. في هذا الدرس نتعلم أو نستخدم الأحرف الكبيرة. لاحظ الأحرف الصغيرة، لاحظ العرض بيكون أصغر، وأيضا الطول أيضا أصغر، لكن الأحرف الكبيرة لاحظ الطول والعرض بيكون أكبر. ننتبه لهذه الملاحظة. My friend and I went to school yesterday. My friend and I went to school yesterday. لا أقول I and my friend، لا أقول I and my friend. إذن دائما أبدأ بالاسم، بعدها بيكون عندنا الضمير. لا أقول I and my friend عندما أتكلم أو عندما أكتب. انتبه لهذه الملاحظة. My friend and I went to school yesterday. أول شيء لازم نعرفه، بداية الجملة دائما وأبدا حرف كبير. إذا لم نكتب my بهذا الشكل، دائما الجملة الإنجليزية عند الكتابة بيكون عندنا حرف كبير. النقطة الثانية، ضمير I أينما وجد، يعني I أنا، يجب أن يكون حرف كبير. ننتبه ليس حرف I بينما الضمير I. كما نعلم الضمائر I he she it we you they، عندنا سبع ضمائر بحالة الفاعل. دائما الضمير I بحالة الفاعل بيكون capital letter، لا نكتبه I small letter. هذا يعتبر خطأ قواعدي فادح باللغة الإنجليزية. دائما يجب أن يكون capital letter أينما وجد، حطها بمخيلتك. I أينما وجدت يجب أن تكون حرف كبير. البعض يكتب I go to school every day، يعني أذهب إلى المدرسة كل يوم. أولا يجب أن تعرف أنه دائما I حرف كبير أينما وجد، والشيء الثاني دائما أبدأ جملة بحرف كبير. إذا هنا وقع بخطأين، الخطأ الأول أنه يجب أن يعرف أنه I دائما حرف كبير، دائما حرف كبير، والخطأ الثاني أيضا أنه يبدأ الجملة يجب أن يبدأ بحرف كبير. إذا ننتبه أعيد مليون مرة، I دائما تأتي حرف كبير أينما وجدت كضمير، بمعنى ضمير متكلم بمعنى أنا، ودائما أبدأ الجملة بحرف كبير وأنهي الجملة بنقطة. لأن الجملة باللغة الإنجليزية لما تكون عندنا جملة مثبتة يعني هي بنقطة، أو تكون عندنا جملة استفهامية يعني هي بعلامة استفهام، أو تكون
تعجبيا هي ب علامة تعجب. إذا انتبه أيضا على الملاحظة هذه. انتبه، أضع أحرف كبيرة بالنسبة لاسم العلم، يعني اسم فلان أو فلانة دائما حرف كبير. مثلا عندنا علي، لا أكتب هالشكل هذا small letter، يجب أن يكون دائما الاسم حرف كبير. ماري أيضا لا أكتب ماري بهالشكل هذا، إذا دائما الاسم بيكون حرف كبير. ألبرت أيضا بيكون عندنا حرف كبير، لا أكتب small letter، إذا دائما بداية الاسم يكون عندنا حرف كبير أينما وجد. أيضا اللغات languages، اللغات نستخدمها بحرف كبير، مثل عندنا French اللغة الفرنسية، English اللغة الإنجليزية. أخذنا سابقا عن الجنسيات والبلدان، يحب يرجع على الفيديو. إذا French English، تعال نكتب French بالشكل هذا small letter، أيضا English لا نكتبها الإي small letter، دائما حرف كبير. أيضا الجنسيات Canadian، إذا السي حرف كبير، كندا كندا إذا حرف كبير. عندنا الجنسية أيضا حرف كبير. سيريان سوري، لاحظ الاس أيضا جنسية، يكون الاس حرف كبير. إذا أسماء العلم أحرف كبيرة، الجنسيات أحرف كبيرة، واللغات أيضا أحرف كبيرة. مثل عندنا I like English، أحب اللغة الإنجليزية، لا أكتبها I like English بهذا الشكل. وقعت المطبين، يعني خطأ، يعني الخطأ الأول I يجب أن تكون حرف كبير، الخطأ الثاني English اللغة يجب أن يكون حرف كبير. أيضا أسماء الأديان عندنا إسلام، إذا الدين الإسلامي أيضا بيكون عندنا I capital letter. أيضا عندنا أفريكا القارات، أيضا بيكون عندنا حرف كبير، إذا لا نكتب small letter حرف صغير، إذا دائما حرف كبير. أيضا أسماء العواصم، عواصم البلدان دائما يكون حرف كبير، دمسكوس دمشق عاصمة سوريا دمسكوس، لا نكتب دي، أي عاصمة بلد نكتبها أو نكتبها بحرف كبير. أسماء البلدان، إذا دائما اسم البلد يكون حرف كبير، سعودي عربية، إذا المملكة العربية السعودية، إذا أيضا S الإي أيضا حرف كبير. نايل ريفر، أسماء الأنهر بالعالم أيضا بيكون عندنا، لأن نلاحظ حرف كبير الآر بيكون حرف كبير، إذا اسم النهر واسم نكتب النهر، كلمة النهر حرف كبير، وأيضا اسم النهر حرف كبير. إذا المسطحات المائية، أيضا بلو ليك، ليك بحيرة، بلو الزرقاء، البحيرة الزرقاء، أيضا أسماء البحيرات عندنا ال حرف كبير، وأيضا اسم البحيرة البلو، اسم البحيرة الزرقاء أيضا الب حرف كبير. إذا نعيد، أسماء الأديان يكون حرف كبير، أسماء القارات، أسماء العواصم، أسماء البلدان حرف كبير، أيضا أسماء الأنهر، أسماء البحيرات بيكون أيضا حرف كبير. إذا لا أستخدم حرف صغير إذا بهالشكل هذا، إذا دائما بيكون عندنا حرف كبير. أيضا بيكون عندنا مارس المريخ، عندنا 9 planets 9 كواكب، يعني أسماء الكواكب دائما بيكون عندنا حرف كبير. أيضا الألقاب President Mary، يعني الرئيسة ماري، أيضا P حرف كبير، إذا كان لقب الشخص نستخدم حرف كبير. مثل عندنا أنكل تيد، إذا تيد اسم، عندنا أنكل لقب نستخدم حرف كبير، إذا اللقب دائما نستخدم حرف كبير. Italian food، إذا الطعام الإيطالي، أيضا الآي حرف كبير، هاي نسميها احنا proper adjective. إذا مثل عندنا proper noun اسم علم، أيضا صفات علم تصف الطعام هذا، إذا
إيطاليا هي جنسية كما قلنا سابقا، وأيضا إيطاليا هي اللغة الإيطالية، وأيضا إيطاليا تصف أي شيء يخص البلد نسميها adjective. proper adjective، إذا المكان هذا proper adjective، إذا الطعام الإيطالي. إذا كما قلنا أسماء الكواكب حرف كبير، الألقاب بيكون عندنا أيضا حرف كبير، أيضا الصفات بالصفات proper adjective يعني مثل الجنسيات لكن تعتبر هنا صفة، أيضا يكون عندنا نستخدمها بحرف كبير. Friday أيام الأسبوع، Saturday Sunday Monday Tuesday، إذا دائما أيام الأسبوع بيكون عندنا حرف كبير. May January February March April وهكذا، أشهر السنة دائما أحرف كبيرة، لكن الفصول الأربع مثل عندنا Winter Summer Spring هاي دائما بيكون عندنا حرف صغير. إذا أيام الأسبوع والأشهر حرف كبيرة، لكن الفصول السنة أحرف صغيرة. Labor Day إذا عيد العمال، إحنا نعرف Day يوم، يوم العمل يعني إذا عيد العمال، إذا يكون عندنا حرف كبير. إذا المناسبات Civil War إذا الحرب الأهلية، إذا حدث أيضا الأحداث بيكون عندنا حرف كبير. Middle Ages إذا العصور الوسطى، إذا هذه فترة زمنية نستخدم أحرف كبيرة. Industrial Revolution الثورة الصناعية، إذا R capital أيضا I capital. إذا عندنا أيام الأسبوع، أشهر السنة، الفصول دائما أحرف صغيرة عادي، عندنا المناسبات أيضا بيكون عندنا الأحداث التاريخية بيكون حرف كبير، أيضا الفترات الزمنية الشهيرة بيكون عندنا حرف كبير. إيفل تاور برج، إيفل برج خليفة، إذا برج خليفة، إذا بيكون عندنا الأبنية الشهيرة أيضا بيكون عندنا حرف كبير. University of Damascus جامعة دمشق، إذا أسماء الجامعات بيكون أيضا عندنا حرف كبير، أيضا البراندات الماركات أيضا بيكون حرف كبير. أيضا World Cup كأس العالم، إذا دائما الجوائز الشهيرة بيكون عندنا جائزة نوبل السلام، جائزة كذا، إذا جوائز هذه الشهيرة دائما بيكون عندنا حرف كبير. أيضا اختصار الألقاب، عندنا ماستر لاحظ الام كابيتال، ماس أيضا بيكون عندنا الام حرف كابيتال. أيضا بيكون عندما أنهي رسالة أيضا أكتب يورز سوري بيكون عندنا الواي حرف كبير. أيضا عندما أبدأ التحية أستخدم مثلا دير dear friend dear فلان، إذا أستخدم أيضا بالتحية بيكون عندنا حرف كبير. إذا الأبنية الشهيرة بيكون عندنا حرف كبير، بيكون أسماء الجامعات أيضا بيكون أي جامعة بيكون أيضا حرف كبير، نلاحظ University U واسم الجامعة. عندنا أيضا الجوائز المعروفة عندنا World Cup أيضا بيكون عندنا حرف كبير، وأيضا اختصارات الألقاب بيكون أيضا حرف كبير، أيضا التحية بيكون عندنا دير تحية بيكون عندنا حرف كبير، أيضا بيكون عندما أنهي رسالة أيضا يعني التوقيع بنهاية الرسالة بيكون أيضا عندنا حرف كبير. أيضا إذا كان عندنا اقتباس، أيضا إذا كان عندنا اقتباس ماري أسكيل سألت ماري Well he travel هل سيسافر، لاحظ فاصلة عندنا نستخدم هنا Well capital letter أول حرف W، إذا أثناء يكون عندنا اقتباس. أيضا No said أحمد كلا قال أحمد، أيضا نقطة لاحظ بعد النقطة نستخدم حرف كبير We have to go، إذا W حرف كبير دائما بعد النقطة بيكون عندنا حرف كبير.
ايضا يكون عندنا عناوين القصص او المقالات. A bad day، يوما سيء. اذا A دائما هي حرف صغير، لكن اذا جت في البدايه نكتبها حرف كبير. اذا bad البي حرف كبير، ايضا حرف كبير. They lost، اذا ضاعوا، لاحظ عنوان قصه او مقاله، لاحظ ايضا بيكون عندنا حرف كبير، وايضا الحرف كبير. اذا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا فيه عن capitalization، اذا وضع حرف كبير، اخذنا القواعد والملاحظات عن استخدام الاحرف الكبيره في اللغه الانجليزيه. طبعا هذا الدرس مهم اثناء الكتابه، بعد ما اكتب مقاله او قصه او جمله وهكذا بيكون استخدم هذه القواعد بالنسبة لاستخدام الأحرف الكبيرة. أتمنى أني قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.